سأل يقول: هل للأضحية أدلة من القرآن أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني سمعت بعض الناس يقول إنما فعلها ولم يأمر بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأضحية والهدي ذبائح تذبح لله تعالى، وهي من شعائر الله، والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ورد في الأضحية نص خاص، قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل صلاة العيد وانحر الأضاحي بعد صلاة العيد. ويشملها أيضا عموم قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهي من النسك المأمور به، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ومعنى أنه ضحى بكبشين ومر بكبش، لأن السنوات تختلف، مرة يضحي بكبشين ومرة يضحى حابي بكبش صلى الله عليه وسلم. وأما الأقوال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له جده ولم يضحي، يعني من كان موسر ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية. ومن هنا أخذ بعض العلماء أنها واجبة على المسرين، قال: الأضحية واجبة على المسرين، سنة لغيرهم. والإنسان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم؟ 9 زوجات، وعلي وفاطمة وأبو رافع مولاه، وكان يضحي بواحدة عن الرجل وأهل بيته، عنه صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته. ولهذا أبو أيوب رضي الله عنه أنكرت يعني زيادة الناس ومغالاتهم في الأضاحي، وقال إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي واحدة عنه وعن أهل بيت عياله وبنات اللي عنده واللي يجون يوم العيد واللي هم ساكنين ويعتبرون تبعا مثل عياله، ما هؤلاء عياله. النبي ضحى بالكبش عن فاطمة وعلي وهم يعتبرون مثل أولاده. طيب أحسنتم. معالي الشيخ، هذا السائل آخر يقول: راتبي 6000 ريال وعلي ديون ومستلزمات أخرى، هل أضحي؟ وإذا كان الإنسان عليه ديون فالديون أهم من الأضحية سدادها، لكن بعض الناس لو ما يضحي ما هو مسدد الدين، هذه المشكلة. لا دي ولا يقول دي. نعم، يقولون عليه ديون فهو له مسدد الدين ولا مضحي. وترى يا إخواني الأضحية الآن الغلط اللي نمارسه ونراه، إن بعض الناس يقول أضحي أضحية غالية ولا ماني مضحي. يعني يقول أنا لجيت أضحي لازم أشتري أضحية ب1800 ب2000 ريال. يا أخوي أنت راتبك 6000 ريال، ضحي يا شيخ من أغنام اللي موجودة الآن، بربري والتيوس الصومالية والحاجات هذه موجودة، وربما يا أخي ذي أفضل عند الله لك من ذاك الغالي. صح. ترى يقول في الحديث: سبق درهم 1000 درهم. درهم الفقير ذا ترى أحب إلى الله من درهم، من 100 درهم للغني. فلا تحقر نفسك، لا تقول ماني مقيم للسنة. أقم السنة يا أخي بيتك، أقم السنة في بيتك. بل حتى لو الإنسان ما يستطيع أضحية، ما يستطيع أضحية وراح يطول العمر واشترى لعياله دجاج حاجات وجابها لهم ووسع عليهم، خلاص يعني مثل ما جيرانهم والناس ياكلون شو اسمه
أغنام وما عنده شيء مسكين، راح وجابوا ذا. ما نقول إنه ضحى، لكن نقول فرح عياله. صحيح. نقول إنه أدخل السرور على عياله، على عياله يوم العيد. نعم. أثابكم الله. والدي في بيت مستقل ولي بيت مستقل، هل يكفي لنا أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية مستقلة؟ إذا كنت أنت ووالدك تجتمعون يوم العيد وعند والدك دائما، وإذا جاءوا الضيوف لقوك عند أبوك، أضحيتكم واحدة يا إخواني. مثل ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات، وكان علي وفاطمة حوله قريبا منه، تعرفون سكنهم الآن قريب جدا. صحيح. من سكن عائشة، وأيضا غلامه أبو رافع، وكل هؤلاء النبي ضحى بشاة واحد وقال عن محمد وآل محمد. وآل محمد. نعم. نعم. ما حكم سداد رسوم الحج يا شيخ عبد الله عن طريق بطاقة الماستر كارد الفيزا وتسديده لاحقا بعد انتهاء الحج؟ ما في شيء يا أخي، لأنها قرض. جميل. إذا نوى الإنسان السداد فيه قرض، ولا يمكنهم من الزيادة عليه، لأن الماستر هذه نوعين، نوع فيه زيادة محرمة ربا إذا انتهت فترة السماح، هذه ما يجوز أن الإنسان يصبر لين يزيدون عليه، لأن حينئذ راضي بالربا. ولا يجوز أيضا أن يوقع على العقد هذا يقول إذا زدت زود، لأن هذا عقد ما يجوز، هذا عقد ما يجوز. لكن فيه البنوك الإسلامية مهم يزيدون، لكن يسوون عليه مداينة، يسوون عليه تورق ويزيدون عليه، في النهاية يعني شبيهة، لكن هذه بطرق ما فيها ربا، ما فيها زيادة تلقائية فلوس بفلوس. لكن يا إخواني الإنسان يحمي نفسه. وأما السداد من سداد الأضحية والهدي والحج كلها بالبطاقات ما فيها شيء، لأنها عملية اقتراض الأصل فيه الحل. نعم. جدتي وجدي يسكنون مع بنتهم، توفي الجد رحمه الله وأكملت الجدة العدة في بيت بنتها، هل يجوز لها في عيد الأضحى الانتقال إلى بيتها الأصلي لحضور الأضاحي مع أبنائها يجتمعون به بالإجازات؟ يجوز، لأن يا إخواني يجوز انتقالها، خصوصاً الانتقال عندنا نوعين، انتقال مؤقت وانتقال دائم. فالانتقال المؤقت يخفف فيه، أما الانتقال الدائم فلا بد من عذر. ومن الأعذار المخففة اللي الآن أنا أجيزها، يعني لو أن الآن امرأة جاء على توفي زوجها وهي في الدمام مثلا، وهذه سئلت عنها، وكانت عادته أن يروح لبيت فبها يصيف عادته، نقول لها اقعدي في الحر في الدمام، وزوجك عادته سنويا يروح للمصياف، اقول لها ما دام زوجك هذه عادته اعملي بعادة زوجك، اعملي بعادة زوجك، تروحين للبيت اللي فيه ذا وتريحين وتستمتعين بالهواء الطيب في أبها، واذا جاء وقت رجوع زوجك ترجعين، يعني كأن زوجك حي، تروحين معه اذا راح وترجعين معه اذا رجع. نعم. هل يكفي هدي واحد عن الزوج وزوجته؟ لا، كل حاجة يا إخواني يلزمه هدي، بخلاف الأضحية، الأضحية واحدة تكفي عن الإنسان وأهل بيته ولو كانوا في بيوت متعددة مثل الإنسان وعياله. أما الهدي فيجب على كل حاج متمتع أو قارن ولو كان صغير، يعني لو راح الإنسان بزوجته وعنده ولدين صغار، ولد وبنت، وهو صيرون 4، فوحج متمتعين أو قارنين كل واحد منهم عليه هدي، إما أن يذبحون يشترون ويذبحون بأنفسهم أو يأكلون في ذبحة أو يشترونه من البنك الإسلامي للتنمية، وهذا أفضل وأطيب لأنه يحفظ ويساعد في نظافة البيئة ويصل إلى مستحقين. نعم.